يستضيف اليوم المنتخب النيجر النظيري المنتخب الجزائري على الملعب استاد الاولمبي محمد العقربي براديس بتونس في الجوله الرابعه من تصفيات كاس امم افريقيا الكل اليوم نريد مشاهده المباراه اذا ما عليك فضلا لا تضغط زر الإشتراك بالقناه وتابع معنا هذا الفيديو حتى النهايه سوف تلعب المباراه في تم الساعه الرابعه مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس والساعه الثالثه مساء بتوقيت غرينيت وسوف تنقل تلعب المباراه على قناة بي ان سبورت اربعة بطريقة حفيدة الدراجي تجدون الرابط في صندوق الوصف بجودة فول اتش بدون وبدون تقطيع نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا دعم بالاشتراك والاشتراك بالقناة وشاركوا متوقعاتكم للمباراة من سوف يفوز هل المنتخب النيجر المستضيف مباراة اليوم او المنتخب الجزائري الضيف التقليدي اليوم ونتمنى الحظ الموفق للمنتخب الجزائري